دكتور محمد، قلت في تغريدة ليك إن مذبحة ربعة امتدت إلى العالم العربي بمزيد من المذابح في الدول العربية، فكيف أثرت أحداث فض اعتصامي ربعة والنهضة على حركة التغيير في المنطقة، وهل دي مبالغة؟ لا، الحقيقة الأمر ليس فيه أي مبالغة. أنا لا أتحدث بلغة العاطفة هنا، وإنما أتحدث بلغة الجغرافيا السياسية. والجغرافيا السياسية تقول إن ما يحدث في مصر يلقي بظلاله مشرقا ومغربا في أرجاء العالم العربي كله. هذه واقعة يعني فرضتها الجغرافيا، فرضها التاريخ، فرضها المكان والمكانة. يمكن أن نقول نعم، المذابح للأسف لم تتوقف، وبعضها أبشع من مذبحة رابعة بحساب الأرواح والدماء، وبعضها أكبر بكثير. ولكن من ناحية الجغرافيا السياسية والدراسات الاستراتيجية أو الحاسة الاستراتيجية، فإن آثار رابعة أكبر من آثار أي مذبحة أخرى مهما عظمت في العالم العربي. والسبب كما قلت هو أن ما يحدث في مصر يحدد إلى حد بعيد ما حدث ويحدث في البيئة العربية بشكل عام. وأعتقد نعم، كما تفضلتم أنتم قرأتم التغريدة، أنا أعتقد أن البذور التي بذرت في رابعة، تلك البذور الدموية، هي التي لا تزال تغرقنا اليوم بشلال من الدماء في عدد من الدول العربية، وآخرها شلال الدم الزكي الذي يتفجر اليوم في غزة بكل أسف.